بمقتضى الدستور وتعديل قانون الصحافة وقانون النشر أصبح حاجة ملحة، خاصة وأن النقاش شهد الشين منذ أكثر من 10 سنوات، وتبين على أن هناك إخلالات قانونية وهيكلية. الأوان طبعا لإخراج نصوص قانونية جديدة. اللجنة المشرفة على تعديل مدونة الصحافة ترى أن لا حاجة للسرعة، فقطار الإصلاح عليه أن يأخذ ويستوعب مختلف آراء المتدخلين، وأن خلاصات تقرير اللجنة العلمية بدورها ستعرض للنقاش في مناسبات قادمة. وأهم ما جاءت به أهم مستجدات مشاريع قوانين الصحافة ما يتعلق بإلغاء العقوبة السالبة الحرية وتعويضها بعقوبة بديلة، ما يتعلق بالحماية القضائية لسرية المصادر، ما يتعلق بجعل منع الصحف بيد القضاء، ما يتعلق بالاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية. اللقاء سيمتد على مدى يومين ويندرج في إطار